بتقول ان مصر والسودان عليهم يدفعوا 40 سنه حمايه النيل، ان اثيوبيا حامت النيل وبالتالي التعويضات لازم تدفع لاثيوبيا. هذا كلام لا يتسق مع اي من قواعد القانون الدولي، هو حديث ليس له اي مرجعيه في اطار اليات القانون الدولي او المنظمات الدوليه، وشيء في الحقيقه غير مستساغ. اثيوبيا بتقول ان احنا اتفاقيه 2015 هي السبب اللي ادت الملء الاول وبالتالي الملء الثاني، هل ده صحيح بالنسبه للاتفاقيه؟ لا اطلاقا، في الحقيقه هو مخالفه الاتفاقيه اعلان المبادئ، اعلان المبادئ كان واضح في انه اثيوبيا لا تخدم على اي اجراء سواء من حيث الملء او التشغيل الا عندما يتم التوصل الى اتفاق، هذا نص واضح وجلي، وكان يجب ان يتم ايضا الارتكان الى الاستشاري الدولي الذي كان عليه ان يضع التقارير التي اعاقته اثيوبيا منعا لان ياتي بتقرير يؤدي الى اقرار المبادئ التي ندعو اليها، وبالتالي تم اعاقتها. فالمخالفة اثيوبيا للاتفاق المبادئ واضح، وبالرغم من هذه المخالفة فقد استمرينا نظرا للمسار الأفريقي، احترامنا للآليات الأفريقية، وأملا في أن يكون من خلال هذه الآليات ما يدفع اثيوبيا إلى إظهار الإرادة السياسية اتساقا مع ما تدعيه من الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. حتى عندما لجأنا إلى الحلول الأفريقية فامتنعت اثيوبيا، فامتنعت عندما أتت مساعدة الولايات المتحدة، امتنعت في إطار الآليات الأفريقية. فيعني كل مدى هناك إقرار لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية وإنما عمليات مماطلة. هل اتفاق 2015 ده الكلام عليه أنه أتى بحقوقنا أو حافظ عليها، ولا أضع حقوقنا بصراحة سيادة الوزير؟ لا طبعا، هو حافظ على حقوقنا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن إليه الآن. بدون اتفاقية إعلان المبادئ فلم يكن هناك أي التزام واقع على إثيوبيا ليقاس مدى امتثالها له أو مدى مخالفتها له، وبالتالي فكان واضح أنه أقر بمبادئ القانون الدولي، وضع شروط لعملية الملء والتشغيل ومسار للتوصل إلى اتفاق للأسف لم يراعى، وهذا أمر لا ينفي من أن يصبح إطار قانوني موقع عليه وساري ونافذ يقاس عليه مدى التزام الأطراف، وفي هذه الحالة لا يستطيع أحد إلا أن يقر بأن إثيوبيا لم تلتزم به.